أنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء الأربعاء. هذا اللقاء يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا الأخ سفيان يقول: هل الإيمان يزيد وينقص؟ وكيف يتسنى للإنسان أن يجدد إيمانه إذا أحس بضعف في ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد سأل جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بحضرة أصحابه وهم لا يعرفونه، سأله عن جملة مسائل، منها أنه سأله فقال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وهذه تسمى أركان الإيمان. والإيمان له شعب كثيرة، قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، وفي رواية 60 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالإيمان له شعب كثيرة تسمى شعب الإيمان، وهو له أعلى وله أدنى. أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فدل على أن الإيمان يكون له أعلى، بمعنى أنه يزيد ويرتفع ويقوى، وله أدنى بمعنى أنه يضعف وينقص. ومن ثم قال العلماء في تعريف الإيمان: الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فأسباب زيادة الإيمان هي الطاعات، وأسباب نقصان الإيمان هي المعاصي. فمن يريد أن يزيد إيمانه ويقوى ويكمل، فعليه بالإكثار من الأعمال الصالحة وتجنب المعاصي، لأن يحافظ على إيمانه من النقصان. هذه هي حقيقة الإيمان وزيادته ونقصانه. فإذا كنت تريد أن يزيد إيمانك ويتجدد ويقوى، فأكثر من الطاعات، وفي مقدمتها المحافظة على الفرائض والواجبات، تجنب المحرمات والسيئات. وإذا حصل منك خطأ أو ذنب، فبادر بالتوبة إلى الله عز وجل، والله يتوب على من تاب. نعم، أحسن الله إليكم. من أسئلة الفاكس التي وصلت للتو، يقول هذا السائل: عين عين عين، إذا كان لي قريب مغمى عليه ولا يشعر بمن يأتيه، فهل تشرع زيارته؟ نعم، تشرع زيارته للدعاء له، للدعاء له والاطمئنان على صحته، إذا كان هذا لا يؤثر عليه. وهذا يسأل عنه الأطباء الذين يعالجونه،
نعم. يقول: يأتي إلي أناس ويطلبون مني أن أعطيهم مالا أو متاعا، فهل يجب أن أعطيهم لأنني أخشى أن أكون ممن لم يمتثل الآية الكريمة وأما السائل فلا تنهر؟ نعم، السائل له حق وهو أن يعطى ولا لا ينهر ويشدد عليه، فالسائل له حق، وفي الحديث له حق ولو جاء على فرس، فالسائل يعطى وعطاؤه يختلف اختلاف المسؤول، إن كان يقدر على إعطائه مالا كثيرا وهو يعلم أنه مستحق يعطيه، إن كان المسؤول لا يقدر إلا على شيء يسير يعطيه ما تيسر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتق النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. نعم. أحسن الله إليكم. السائل أبو عبد الله من القصيم يقول: الأمور الكمالية التي تستخدمها المرأة كالكريمات والمنظفات وأدوات التجميل المباحة، هل تدخل ضمن النفقة الواجبة على الأب لبناته، علما بأن كل أو أغلب الفتيات إلا ما ندر يستعملن مثل هذا؟ الوجوب لا يجب هذا، ولكنه من باب الإحسان إلى الأولاد ما لم يصل إلى حد الإسراف أو التزين للبنت أو المرأة عند الخروج والتبرج بالزينة، إذا كان شيئا معتادا وشيئا لا يترتب عليه مفسدة فهذا من المعروف من الوالد لولده. نعم. يقول السائل: شيخ، في مثل هذه الأيام أشتري هدايا لأولادي، تكون الهدية على حسب جنس الولد وعلى حسب سن الولد، علما بأن الهدايا تتفاوت القيمة بينها، هل تبرأ الذمة يا شيخ إذا كنت أشتري الشيء وأنويه لنفسي ثم أخص بالانتفاع كل ولد وما يناسبه؟ أما تمليك الأولاد شيئا من المال وهو ما يسمى بالعطية فهذا يجب فيه التسوية بين الأولاد، ولا يجوز تفضيل بعضهم على بعض أو تخصيص بعضهم دون بعض، قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وأما إذا كان هذا من باب الحاجة، سد حاجة الولد كالنفقة عليه، لا شك أن حاجة الكبير تختلف عن حاجة الصغير، فيعطي كلا منهم حسب حاجته. وأما العطية والتمليك فهذا لا بد فيه من التسوية بالتعميم بين الأولاد، وأيضا الذكر مثل حظ الأنثيين، والمساواة بين الذكور، فلا يزد بعضهم على بعض. نعم. أحسن الله إليكم. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان. تليفون البرنامج والفاكس سيظهر على الشاشة قريبا لمن أراد الاتصال بنا وإرسال الأسئلة وما يستجد. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: إذا سافر المسلم ومن عادته في بلده أن يصوم الاثنين والخميس، هل يشرع له أن يصومها في البلد الذي سافر إليه، أو ينطبق عليه الحديث إذا مرض العبد وسافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما؟ إذا كان هذا لا يشق عليه وهو حريص على فعل الطاعات فإنه يصوم في السفر، يصوم في السفر صوم النافلة، وكان صلى الله عليه وسلم يصوم في السفر صوم نافلة، وعائشة أم المؤمنين كانت تصوم، فإذا حافظ على صيامه وهو لا يشق عليه فهذا زيادة خير. أما إذا كان السفر يشق عليه الصيام معه وترك الصيام دفعا للمشقة وهو حريص عليه ولكن المشقة منعته، فهذا يكتب له أجر ما كان يصومه حاضرا مقيما. نعم.
أحسن الله إليكم. آخر الأسئلة في رسالة السائل الشيخ بالفاكس يقول: هناك من الناس من يقوم بإحصاء وكتابة كل ما ينفقه على أهله من قليل وكثير، حتى ينظر في نهاية الشهر ماذا أنفق في مثل هذا العمل، هل يكون هذا العمل سببا لمحق البركة؟ لا، ليس سببا لمحق البركة، ولا مانع أنه يكتب ما ينفقه على بيته لأجل أن يعرف مقدار المال الذي أنفقه ونقص من ماله، لئلا يظن أنه ضاع أو أنه سرق أو ما أشبه ذلك. هذا من باب الاحتياط والحفظ. وأيضا إذا كان القصد أيضا منه عدم الإسراف فإن هذا عمل طيب. نعم، أحسن الله إليكم. نأخذ الاتصالات، ونأخذ اتصال الأخت أم محمد من حائل. تفضل يا أختي أم محمد، سؤال. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ بسأل عن العمالة، الحين لما استقدمه أنا وحطه عندي وأجره مثل شهر يعني بألفين ثلاث آلاف وأعطيه راتبه وأعطيه زيادة شوي، هل يجوز هذا ولا لا؟ العمالة لها نظام عند وزارة العمل، لا بد أن تتمشي على النظام الموضوع للعمالة. ولا شك أنك إذا كنت محتاجة إلى عائلة خادمة أنك تستعملينها أنت في حاجتك، أما إذا استغنيت عنها فلا حاجة إلى استقدامها والطمع في عملها وأكل تعبها، أغناك الله عن هذا. نعم، تفضل يا أختي عهود من الطائف. ألو، السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام. عليكم السلام. كيفك يا شيخ؟ الله يحييك، تفضل السؤال. أي شيخ، عندي ثلاث أسئلة. أيوة. السؤال الأول، إحنا عندنا في البيت قطو، وإذا صلينا يقعد ينطط على السجادة ويعني يقطع الصلاة وحاجة زي كذا، ما أدري فبيعرف يعني إنها تقطع الصلاة ولا ما يقطع. من عادة القطو أنه يلعب ويعبث، هذا من عادته، ولا يقطع الصلاة. لا، القطو لا يقطع الصلاة ولو مر من أمام المصلي. نعم. السؤال الثاني يا أهود. السؤال الثاني، ما حكم قول صدقت وبرأت عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم؟ هذا لم يرد، والوارد أن يقول مثل ما يقول المؤذن إلا عند الحيعيلتين فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أما بقية الأذان بقية ألفاظ الأذان فإنه يقول مثل ما يقول المؤذن لقوله صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بمتابعة المؤذن بأن يقول مثل ما يقول من ألفاظ الأذان. نعم. طيب، السؤال الثالث يا شيخ، ما حكم تجفيف أعضاء الجسم بعد الوضوء؟ لا مانع من ذلك إذا احتاج إلى هذا، كأن يكون في وقت برد أو في، لا مانع من ذلك، والأحسن ألا يجففها إذا لم يكن هناك حاجة. نعم، أحسن الله إليكم. نعود إلى جازان والأخ محمد المتصل. تفضل نجران. تفضل محمد. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. السلام ورحمة الله. تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ حياكم الله. سؤالك محمد، تفضل. عندي سؤالين لو سمحت. تفضل، ارفع صوتك شوي. تفضل. السؤال الأول يا طويل العمر، فيه شخص متزوج. ايه. بنت أخت حالي أكبر منها، رضيعته. راضع من أمه. إذا كان أنه رضع من أم البنت التي تزوجها فهذا لا يجوز، لأنها أخته من الرضاعة. لا، جل وعلا جعل في عداد المحرمات وأخواتكم من الرضاعة. نعم. هاي محمد. والسؤال الثاني، صبغة اللحية يا شيخ. نعم. صبغة اللحية. صبغة اللحية. أيوه. اي نعم، الشيب، اذا كانت اللحية فيها شيب
فإنه يصبغه لكن بغير السواد الخالص. طيب. يصبغه بالحمرة بالصفرة بالسواد غير الخالص الذي يضرب إلى الحمرة، لا بأس بذلك، وهذا السنة أيضا. نعم. طيب أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا شخص أصابته أزمة مالية، فنذر إن كشفها الله عنه أن يذبح 5 من الإبل، فكشف الله عنه ذلك، إلا أنه لا يستطيع الوفاء بنذر الدفعة واحدة، فهل يذبح واحدا تلو الآخر أو ينتظر حتى يجتمع عنده المال ثم يقوم بذبحها جميعا لهذه الإبل؟ إذا كان نذر أن يذبحها جميعا فإنه يلزمه ذلك، وإن كان لم يذكر أو لم ينوي أن يذبحها جميعا فلا بأس أن يفرقها حسب الحاجة وحسب استطاعته. نعم. له سؤال ثاني الأخ أبو عبد الرحمن من عنيزة، يقول فضيلة الشيخ عند دفن الميت عندما يمكن أغلب من شهد الجنازة بالمشاركة بالدفن ممن يؤدي ذلك إلى التأخر في إتمام دفن الميت، وأيضا إلى خروج بعض من شهد الجنازة قبل إتمام الدفن، فهل تمكين الحضور من الدفن أولى أو الإسراع بالدفن ولو لم يشارك أكثر الحضور أولى؟ المطلوب الإسراع في الدفن، فمن تمكن أن يشارك فله أجر في ذلك، ومن لم يتمكن يكفي حضوره وتشييعه ودعاؤه للجنازة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول فضيلة الشيخ بالنسبة لصلاة الضحى، فقد صليت يوما من الأيام صلاة الضحى في وقت النهي جاهلا، فهل صلاتي صحيحة أو يشرع لي أن أقوم بقضائها؟ إن كان قصده بوقت النهي أنه صلاها قبل أن ترتفع الشمس هذا غلط، أو كذلك صلاها عند زوال قبيل زوال الشمس فهذا أيضا غلط، ولكن إذا كان لم يتعمد هذا فإنه معفو عنه. نعم. الأخ محمد من الرياض معنا على الخط، تفضل أخي محمد. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. أثابك الله يا شيخ، عندي سؤالين الله يحفظك. تفضل. السؤال الأول، هل في حديث عن البقر أن لحمه داء ولبنه دواء؟ والله لا أعرف شيء من هذا، البقر من الطيبات. أثابك الله. ولكن إذا كان فيه مرض، إذا كان فيه مرض أو فيه شيء عارض فقد يكون، أما إذا كان سليما فلا أعرف ما يمنع من أكل لحمه، وهو من الطيبات. نعم. أثابك الله شيخ. السؤال الثاني، ما حكم إنارة الشموع في المناسبات؟ إذا كان هذا من باب التشبه والتقليد لا يجوز، أما إذا كان هذا لإضاءة الظلام فلا بأس بذلك عند الحاجة، إذا استعمل للحاجة لإضاءة الظلام فلا بأس، أما إن استعمل من باب التقليد أو من باب اعتقاد أن هذا فيه خير أو فيه فهذا لا يجوز. نعم. شكرا للمتصل، ونعود إلى الأخت منيرة من الرياض، تفضل يا أختي منيرة. السلام عليكم. عليكم السلام. بس يا شيخ لعبيك. نعم تفضلي. النظر للرجال بالتلفاز، ها؟ النظر للرجال بالتلفاز هل في شيء؟ إذا كان لقصد التلذذ فهذا لا يجوز. طيب هذا لا يجوز ثاني. هذا من الفتنة. أما إذا لم يكن القصد منه التلذذ برؤيتهم وإنما هو للحاجة فلا بأس. طيب السؤال الثاني، مس الفرج بحائل ينقض الوضوء؟ من وراء حائل لا ينقض الوضوء، إنما ينقض إذا مسه مباشرة من غير حائل. نعم. أبو عبد الرحمن من أسئلة يقول إذا أجبرني أبي أو غيره أن أخبره بما قال فيه فلان من الناس، فهل إخباري له يعد من النميمة؟ نعم يعد من النميمة ولا يخبره، وطلب ذلك من الوالد يعتبر معصية، هذا من الوشاية ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم.
يقول: صلى رجل بآخر في صف واحد إلا أن المأموم تقدم على إمامه في الصلاة قليلا، فهل صلاة الإمام والمأموم صحيحة؟ إذا لم يكن أمام الإمام وإنما تقدم يسيرا فلا بأس بذلك، لأنه في المصافة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. الأخ عبد الله من القصيم يقول: يا شيخ صالح، يجتهد بعض أئمة المساجد عند نزول المطر في الجمع بين الصلاتين المغرب والعشاء، فبعضهم يجمع عند نزول أول رش من المطر وبعضهم لا يجمع، فما الضابط في ذلك؟ الضابط في ذلك ما ذكره الفقهاء: المطر الذي يبل الثياب. إذا كان المطر يبل الثياب ويؤذي في الطريق هنا يشرع الجمع، أو خلف المطر دحضا وطينا في الطريق فهذا أيضا يشرع له الجمع. أما الرذاذ والمطر الخفيف فهذا لا يجوز الجمع معه. نعم. الأخت طيف من الحوطة، تفضلي. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. أبغى أسأل الشيخ لو تكرمت. نعم. هل التصدق على العمال سواء في مستشفى أو عمال البلدية اللي في الشوارع أو عمال الحرم بنية الصدقة وليست بنية الرشوة، هل هذا يعد رشوة ولا يجوز؟ السؤال الثاني، إذا تكرمته، إذا جيت أرقى بصورة البقرة على شخص سواء في موية أو من رقابة على نفسه، على الشخص نفسه، وصورة البقرة بحكم منها طويلة يعني أجزها، مثلا أقرأ جزء اليوم بعدين بكرة جزء، هل يجوز تنفع ولا لا؟ شكرا. السؤال الثالث. نعم. ما معنى العقيدة وهل الدعاء يرد القضاء وكيف ذلك؟ وسؤال رابع إذا تكرمت. خلاص كافي. وجعل في موازين حسناتكم. طيب شكرا. طيب، التصدق على العمال يا شيخ هي الشوارع بنية الصدقة، إذا كان العمال مسلمين ومحتاجين فلا بأس بذلك، لأن هذا من الصدقة على الفقراء. نعم. بالنسبة للرقية بسورة البقرة إذا قرأت مجزأة، لم يرد هذا أنه يقرأ، أنه يرقى بسورة البقرة كاملة، هذا لم يرد، وإنما يقرأ منها آية الكرسي أو الآيات التي فيها الدعاء، تتضمن الدعاء للمريض أو بالشفاء. نعم. طيب شيخ، تسأل ما معنى تقول العقيدة وهل الدعاء يرد القضاء؟ العقيدة هي الإيمان بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، هذه أصول العقيدة، وسميت عقيدة لأنها يعقد عليها القلب ويجزم بها القلب. والدعاء من القضاء والقدر، إذا دعوت فمعناه أن الله قدر أنك تدعو الله عز وجل، لأنه لا يكون ولا يحدث إلا ما قدره الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. نأخذ اتصال الأخ عبد الرحمن، تفضل أخي عبد الرحمن. ألو. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. بغيت أسأل عندي ثلاثة أسئلة. تفضل. السؤال الأول عن الذي يبلغ، الذي يكون عنده علم ما يكون عنده يعني دين، فرضا عنده دين لكن فيه الكذب وفيه النفاق وفيه، هل هو أهل الفتوى إذا كان عنده علم ما عنده دين؟ طيب إذا جاوب الشيخ لحظة، تفضل الشيخ. يشترط في الذي يسأل ويفتي أن يتوفر فيه شرطان: الشرط الأول العلم بما يفتي به بدليله من الكتاب والسنة، الشرط الثاني أن يكون تقيا يتقي الله سبحانه وتعالى ويتحرى الدليل ولا يتبع يعني شهوة المستفتي ويفتي بما يرغب، وإنما يفتي بما يقتضيه الدليل، وتبرأ به ذمة المستفتي وذمة المفتي. نعم. السؤال الثاني عبد الرحمن. السؤال الثاني آداب المزاح، وش هي آداب المزاح؟ طيب
أن يكون يسيرا وأن يكون مباحا، ما يكون في شيء من المحرم أو السخرية أو الاستهزاء. نعم. السؤال الثالث. السؤال الثالث بغيت نصيحة عن كثرة التنابز بالألقاب في الزمان هذا بين المسلمين، والسب والشتم والعجب أن يصدر هذا من المسلمين. شكرا لك عبد الرحمن. يقول الله جل وعلا: ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. واللقب هو ما أشعر بمدح أو ذم، والغالب أنه يستعمل في الذم، فإذا كان اللقب فيه ذم فلا تعير به أخاك ولا تتنقصه به. والله سمى هذا فسوقا، والفسوق هو الخروج عن الطاعة، وسماه ظلما: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فالواجب ترك التنابز بالألقاب والشتم والسب وغير ذلك، لأن الله جل وعلا قال: إنما المؤمنون إخوة. فكما لا تحب أن أحدا يسبك أو يشتمك أو ينبزك بلقب تكرهه، فلا ترضى هذا لإخوانك. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: الشيخ صالح، أريد من الشيخ حفظه الله أن يذكر لي القول الراجح في الملبوس من الذهب بالنسبة للمرأة، وإذا كانت تلبسه في المناسبات والأعراس. الحلي الجائز للمرأة من الذهب هو ما جرت به العادة، ما جرت به العادة في وسط النساء، ما لم يصل إلى حد الإسراف. إذا كان بمقدار معتدل وجرت به عادة الملتزمين والمتوسطين من الناس فلا بأس بذلك، لأن المرأة بحاجة إلى الحلي. قال تعالى: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فالمرأة بحاجة إلى الحلي، لكن لا تسرف في ذلك. نعم. أم جنان من نجران، تفضل يا أختي أم جنان. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت بسأل فضيلة الشيخ. طيب. جدتي متوفية وعندها غرفة، وأكبر عيالها باع الغرفة من زوجته الثانية. بعد ما توفى أكبر عيالها جاء أخو المتوفي وقدم على الغرفة ليأخذ مبلغ مادي، المبلغ المادي حق نزوح في منطقة جازان لعمل به فعل خير لأمهم. وعلى كل حال ما خلفه الميت فهو للورثة حسب ما شرع الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز لبعضهم أن يختص به أو بما هو أكثر من اصبري الله يهديك، اصبري الله يهديك. أقول: ولا يجوز لأحدهم أن يختص أو يأخذ أكثر من نصيبه، وإذا حصل بينهم نزاع وخصومة عندهم المحكمة الشرعية. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: حديث المؤمن مرتهن بدينه حتى يقضى عنه، هل الديون البسيطة تدخل في ذلك؟ نعم، يدخل فيه الدين الكثير والدين القليل، هو مرتهن به حتى يقضى عنه. الدليل أن رجلا من الصحابة قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فسأل: هل عليه دين؟ قالوا: نعم، ديناران يا رسول الله. فتأخر صلى الله عليه وسلم وقال: صلوا على صاحبكم. وكان هذا في وقت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدر على تحمل الدين عن المتوفى، ولما يسر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ووسع عليه صار يتحمل الدين عن المتوفى إذا لم يكن له سداد ويصلي عليه. فالحاصل الشاهد من ذلك أنها ديناران، فتحملها أحد الصحابة الحاضرين، فتقدم الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى عليه. فلما مضى يوم بعد دفنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الرجل المتحمل: ما فعلت الديناران؟ قال الرجل: لم يمضي وقت الكثير يا رسول الله. في اليوم الثاني أيضا سأله فقال: قضيتهما يا رسول الله. قال: الآن بردت عليه جلدته. نعم.
أحسن الله إليكم. الأخ أبو محمد من جدة، سؤالك يا أخي هذا ليس من اختصاص البرنامج، بإمكانك بعث بعض الأسئلة المتعلقة بالأحكام الفقهية. فضيلة الشيخ، هذا يقول: هل لثقيل النوم عذر في تأخيره للصلاة، وما حكم صلاة الجماعة؟ ليس له عذر في ذلك، لأن بإمكانه أن ينام من أول الليل حتى يأخذ قسطه من الراحة، بإمكانه أن يجعل عنده منبها يوقظه، بإمكانه أن يوصي من حوله من أهل بيته أو من جيرانه أن يوقظوه للصلاة. نعم. تفضل يا أختي أم محمد. أم محمد، السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام. السلام ورحمة الله. يا شيخ، أنا والدة في الأربعين، وبعض الأحيان يكون عندي بعض الأوقات تصير طاهرة، مثلا العصر الظهر تصير طاهرة، أو يصير عندي مثلا بعض الشيء والعصر تصير طاهرة، أضطر أجمع الوقتين. تصلين بيه؟ طيب، ما دام عليت شيء من دم النفاس ولو يسيرا ولو صهرة فأنت نفسا ولا تصلي. أما إذا كان ينقطع يوما كاملا فإنك تغتسلين وتصلين، فإن عاد في اليوم الثاني فإنك تجلسين، وهكذا، لأن هذا نفاس متقطع. نعم. أحسن الله إليكم. هذا الأخ عين سين يقول: إذا حلف علي شخص أن أخبره بالمبلغ الذي قمت بدفعه عنه، فأخبرته ببعض المبلغ إكراما له، فهل علي شيء أو عليه شيء؟ نعم. يقول: إذا حلف علي شخص أن أخبره أو أن أخبره بالمبلغ الذي دفعته عنه، فأخبرته ببعض المبلغ إكراما له، فهل علي شيء؟ نعم، لا يبرأ من اليمين إلا إذا أخبرته بكل المبلغ، لأنه حلف عليك أن تخبره بالمبلغ الكامل، فلا يكفي أن تخبره ببعضه، وهذا لا يبر باليمين. نعم. يقول الشيخ هذا السائل: شخص قرأ القرآن كاملا لمرة واحدة، وآخر قرأ سورة الإخلاص أكثر من 3 مرات، عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها تعدل 3/3 القرآن، فأيهما يكون الأفضل؟ وإذا كان الأفضل الأول، فما معنى الحديث الوارد في فضل قراءة سورة الإخلاص؟ نعم، هذا غلط، أنه يجعل قراءة سورة الإخلاص 3 مرات تعادل قراءة القرآن كله. قراءة القرآن كله بما فيه سورة الإخلاص أفضل، ولا شك أن سورة الإخلاص ثبت أنها تعدل 3/3 القرآن في الأجر، لا في التلاوة، في الأجر. قد كتب شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كتابا في هذا الموضوع سماه جواب أهل العلم والإيمان في أن سورة الإخلاص تعدل 3/3 القرآن. نعم. تفضل يا أختي أم سليمان من الرياض. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقول يا شيخ، أنا بناتي يصومون لأبوهم المتوفي، صيامه كان مفرط، ما يصوم اللي يعني يفطر في رمضان، فهذا يجوز ولا صدقة ولا كيف؟ هل هو كان يصلي محافظ على الصلاة؟ والله مفرط الصلاة، يعني يضيع بعض الصلوات؟ إيه، يترك، والله يترك سنين، هو يترك ومات على ذلك ولم يتوب. والله هلا يعني يصلي هو أحيانا في البيت، أحيانا جمعة، أحيانا. لا، أنا قصدي هل يترك الصلاة نهائيا، أو قصدي ما يصلي مع الجماعة؟ لا، الجماعة ما يصلي معها مرة، لكن ما يترك الصلاة. اللي يتركها والله يا شيخ متعمدا، كسلا يعني، كسل. إيه، هذا لا يصام عنه ولا تنفعه الأعمال إذا مات على ذلك، والعياذ، ولا الصدقة ولا شيء، ولا يستغفر له. أحسن الله عليكم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. يقول هذا السائل: هل للجمعة راتبة قبل الظهر؟ أفيدونا بذلك، وما حكم التبكير لصلاة الجمعة؟
راتبة قبل الظهر؟ نعم. أو قبلها؟ قبلها، قبل صلاة الجمعة. نعم، الجمعة ليس لها راتبة قبلها، وإنما يصلي ما تيسر له إلى أن يحضر الإمام أو يجلس يتلو القرآن أو يذكر الله. وأما راتبة الجمعة فهي بعدها، أقلها ركعتان وأكثرها 4 ركعات بسلامين. نعم. تفضل يا أختي أم وائل. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت ممكن أكلم الشيخ؟ تفضلي. لو سمحت الشيخ، أنا حامل وعلي قضاء 12 يوم وما قدرت أصومها لأني تعبانة وما أقدر أصومها، وش علي يا شيخ؟ ما علت شيء، لكن إذا قدرت على القضاء تقضينه وليس عليك شيء. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا يقول: من المسؤول عن صلاح الأسرة؟ هل هو الأب القائم بجلب الرزق أم الأم ربة البيت؟ كلاهما مسؤول عن الأطفال في البيت وتربيتهم، الأب والأم. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وهذا خطاب للأبوين، للأب والأم، لا سيما إذا كان الأب غائبا، فالأم تقوم مقامه وتتعاهد الأولاد. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ. ما هذا السائل يقول: ما حكم القيام ليلة النصف من شعبان؟ هل ورد فيها شيء؟ هذا بدعة، ولم يرد شيء في قيام الليلة النصف من شعبان ولا صيام يوم النصف من شعبان، هذا لم يرد فيه دليل صحيح من الكتاب والسنة، فعمله بدعة. أما من كان يصوم، عادته يصوم من شعبان ومر النصف في أثناء صيامه صامه تبعا، فلا بأس بذلك. وكذلك من كان يقوم الليل وقام ليلة النصف من شعبان تبعا لقيامه المستمر فلا بأس بذلك. أما تخصيص ليلة النصف من شعبان فهذا بدعة. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة مع فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان في أجوبتكم وأسئلتكم. ما حكم التسخط إذا نزلت بالإنسان مصيبة أو نازلة؟ وما هو الدعاء يا فضيلة الشيخ الذي يقوله المسلم إذا نزلت به نازلة؟ الدعاء الذي يقوله ما ذكره الله جل وعلا: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ويقول: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف علي خيرا منها. وأما التسخط والجزع والنياحة فهذا من أمور الجاهلية، وهو محرم وكبيرة من كبائر الذنوب. نعم. تفضل أخي أحمد من القريات معنا على الخط. تفضل يا أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ حياكم الله. تفضل يا شيخ. عندنا قطعة أرض، أنت عرفت، وعليها قرض، وجانا واحد وشراها منا، وهو كان يدري عليها تعويض، ولما شراها منا جاء التعويض وقلنا ليش هذا؟ قال: ما لكم شيء عندي، الأرض هذه عليها تعويض، لما شراها هو دار عليها تعويض. والله يا أخي هذه قضية فيها خصومة ونزاع بينكم وبينه، ترجعون إلى المحكمة الشرعية تنظر في قضيتكم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ: هل للجن تأثير على الإنس؟ وما طرق الوقاية منهم؟ مأجورين؟ نعم، للجن وشياطين الجن لهم تأثير على الإنس بالوسوسة، بالمس، ومداخلة الإنس وأذيته، وقد يقتله، قد يقتل الجن الإنس. ولا يعصم من الجن إلا الاستعاذة بالله، استعاذة بالله من شر الجان وعين الإنسان، ويستعمل الإنسان الورد والدعاء ويلجأ إلى الله، والله جل وعلا يحميه ويحفظه من أذى الإنس ومن أذى الجن. نعم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ صالح وبارك الله فيكم ورفع ذكركم في الدارين. شكرا لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي أجاب مشكورا على أسئلتكم في لقاء الأربعاء لهذا اليوم. الشكر موصول لزملائي في استوديو الطائف الذين رتبوا هذا اللقاء مع فضيلته، وكما أشكر زملائي في استوديو الرياض. هذه تحية من زميلي مخرج هذه الحلقة أحمد العتيبي وبقية الزملاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي